بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناتنا للباثولوجي والأسياتيك ميديسين. إن شاء الله كده أول حاجة النهاردة يعني هكلمكم بسرعة كده على إزاي نشتغل البوتوكس عن طريق الأناتومي الماسلز، يعني إزاي أعرف إن أنا أشتغل بوتوكس عن طريق الأناتومي. الصورة دي لازم نركز فيها كلنا كويس قوي، يعني هنكبر الصورة معانا ونحاول نعرف ازاي ان انا ممكن اشتغل الباثولوجي البوتوكس سهل قوي عن طريق ان انا ابقى عارف الماسلز قدامي. لازم نبقى عارفين اولا الماسلز اللي موجوده، يعني لو جينا نبص هنا بالترتيب، هنا الفرونتاليز ماسل او اللي اسمها اوكسيبيتو فرونتاليز، لانها لها جزئين، جزء في الاوكسيبيت وجزء فرونتال على الفورهيد. وبعد كده هنلاقي عندنا التيمبوراليز ماسل هنا رقم 2 موجودة، وبعد كده عندنا الكوريجيتور سوبر سيريا ودي مهمة جدا، وبعد كده هنلاقي عندنا البروسيريوس ماسلز، وبعد كده عندنا الدوبريسور سوبر سيريا، في بعد كده عندنا البيكيلاريز اوكيلاي ماسل والنزاليز ماسل والليفيتور ليبياريز سوبريوريز والليفيتور ليبياريز سوبريوريز، في عندنا 2 منها، وفي عندنا زيجوماتيكس ماسل سواء كان ماينور او ميجور، وفي بقى نوصل بعد كده عندنا للمنتاليز ماسل للبلاتيزما. وبعد كده هنعرف ايه هي الخطوط او الرينكلز اللي بتنتج عن كل ماسلز من دول وازاي نعالجها ان شاء الله باذن الله. يوم الاحد الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره هنكلمكم لايف على جروب الفيسبوك، وبعد كده هنزلها على اليوتيوب باذن الله سبحانه وتعالى. نشوفكم على خير ان شاء الله.